الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور شرق القاهرة وعزبة الهجانة وحي مصر الجديدة. القاذمي يؤكد أن حكومة بغداد قادرة على مواجهة أي مظاهر للخروج عن القانون. فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا. الخامسة صباحاً، الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة ناصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة ناصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق، وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة ناصر بالطريق الدائري امتدادا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي إن أمن بلاده أمانة في الأعناق وأن حكومته لن تخضع للمغامرات أو الاجتهادات. وأضاف في تغريدة على تويتر أن حكومته عملت في صمت وهدوء لإعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون، مشددا على أن الحكومة مستعدة للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر. أعلن التحالف العربي في اليمن ارتطام لغم بحري زرعته قوات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر. وأوضح المتحدث باسم التحالف أن أضرارا طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية. وشدد التحالف على أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية. قال أردوغان إن تركيا ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل. وفي تصريحات نشرتها وكالة الأناضول على تويتر، أكد أردوغان أن هناك محادثات مستمرة على المستوى الاستخباراتي بين أنقرة وتل أبيب. ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، موضحة أن ذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة بالمملكة. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في مدينة تورز وسط البلاد، وأوضحت أنها لمواطن وصل من لندن في 19 من الشهر الجاري، مضيفة أنه دخل في حجر صحي وبحالة جيدة. انتهى الموجز، ويتبقى أن نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي 12303، معدل الترميز 27500، أما معامل الاستقطاب فهو أفقي. كنت معكم أنا سارة عبدالله، إلى اللقاء.